مارس هذه الهواية ركوب الأمواج من حوالي 13 سنة بعد معاناة كثير صعبة. تعلمنا فيها وتمكننا الحمد لله فضل من الله، بس لحتى الآن فيش إمكانيات إنه نقدر نمارس هذه الهواية أو حتى نقدر نحارب على حلمنا اللي إحنا بنتمناه. لأنه كل شيء ممنوع. يعني تو هذه خربت علي ما قدرتش أشيط فيها لأنه فيش لها معدات مسموحة. يعني لا شمع الصابونة تاعتها مسموحة، ولا الحبل زي هذا مسموح، ولا السكاكين مسموحة. حتى الشاطة نفسها كلها مع البدلة ممنوعة. لقيت هذه أنا كبرت وهي زغرت علي، ما بقدرش لقيت أقدر أقاوم فيها وألعب عليها. يعني أنا لقيت راح أصف وأطفى، راح أضيع حلمي أنا هيك على الفاضي. والله حقدر أعلم فيها ولا حتعلم كمان.